اهلا وسهلا. مين حضرتك؟ ده استاذ فاروق ملبن. استاذ فاروق ملبن، اهلا وسهلا بيك. حضرتك مرشح كوزير للسعاده، في اتنين متنافسين معاك، هيتعمل مسابقه اللي هيفوز فيها هيبقى هو الوزير. شايفه الناس العسل؟ بقول لك ايه يا باشا؟ ايوه. ما تيجي تشتغل معايا؟ انا اشتغل مع حضرتك ايه يعني؟ هتشتغل معايا في الكباريه. كباريه؟ انت اتجننت؟ هديك 10000 دولار. لا 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 لا. هديك 10000 دولار. ليه؟ والله في ميول والناس مبسوطه. لا 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 لا، ليه الكلام الفارغ ده؟ لا ليه يا استاذ، ده هم 10000 دولار بس. لا 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 لا، ايه؟ خلاص خلاص خلاص. هفوه وانتوا ما بتصدقوا خلاص. شكرا للدعوه بتاعتك، لكن انا مركزي. بس والله يا ريس انا شايف ان انت تاخد ال 10000 دولار. انت يا ريس. انت يا ريس. خلاص خد معاك الاستاذ ملبن. ايوه. خد الاستاذ ملبن واحشيه عين جبل. هذا انا بقيت مسخره زيكم. على ما يجي المتسابق الاخير. ماشي اتفضل يا عم، هحط لك عين جنب. يا باشا انا كنت بشوفك في الكاميرا. يا عم اسكت بقى. خلاص اشتغل معايا واديك 6000 دولار. لطيف جدا يعني، عارفه تحس يعني انه يا حسنات.